ساحة الكرامي، من ساحة المثقفين فينا نقول، ومن ساحة الأدباء، من ساحة الساحة اللي أنتجت ناس معاصرين ومتجددين ومتحولون فينا نقول، يتأقلمون مع هذا العصر. صار في مبادرات جديدة وحلوة كثير في ساحة الكرامي، اللي هي توزيع وكتب جميلة جدا، وأنا من الناس اللي أخذت من هذا الكتب لنشر الثقافة ولنشر الوعي ولنشر الأدب الموجود. هلق نحن لا ينقصنا ثقافي في هذه الساحة، الجميع مثقفين وجميع متعلمون والجميع أدباء فينا نقول، ومنهم المهندسون والمعلمون والمحامون ومن كافة المهن على كافة الأصعدة. ولكن مبادرة جميلة بأن تكون هي توزيع الكتب لزيادة الوعي، زيادة الثقافة في هذا المجتمع، وهذا جميل جدا. والمرأة، بالنسبة للمرأة لا ينقصها الوعي، لا ينقصها الثقافة، ولكن إن زدنا ثقافة فشيء جميل، وإن زدنا علما فشيء جميل. ما دمنا أحياء كل يوم نتعلم، كل يوم شيء جديد.